والأمن يعذرها على الاتحاد لعام 2000 يسلمها سيد كعيس لكم وزير الرياضة والشباب مندوب سمو الأمير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد إلى كابتن فريق النادي الفيصلي جمال أبو عالي. محمود قنديل كرة تصل لخالد سعد، خالد يتقدم يحاول يعدي من الأول يعدي من الثاني خطيرة هذه من عمر المرمى جول عصام قوية اللي وصلوا فيهم كان الهدف الاول، الكره الوحيده اللي وصلوا فيها خالد سعد، والثانيه من ضربه ركنيه قطع لها من ورائي الخطا جري او حرك نص الفؤاني تصيب عاليه يستغل كره من مؤيد سليم، مؤيد سليم الذي غير مجرى المباراه منذ نزوله او اقول مجرى المباراه منذ نزوله في شوط المباراه الثاني، لعبنا كره مؤيد سليم لقصي ابو عاليه هوب وان تو واستنى في المرمى، على طول استنى في المرمى، اللمسه 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 يا حبيبي اللمسه والكره في المرمى على الكل بيعشق النسر الأزرق.